قلت أيضا اقتراح بهالمناسبة وبهذه المناسبة أيضا أدعو إلى عقد مؤتمرات في الحوزة الكربلائية أو النجفية أو الجامعات، جامعات كربلاء وجامعات النجف، جامعات الكوفة، احتفالا بفكر وسيرة الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه، فقد كان شيعيا ومواليا لأهل البيت وقريبا من الشيعة ومؤيدا للثورات الشيعية على الظلم والظالمين من بني أمية وبني العباس، أي ثورة الإمام زيد أو أي ثورة الإمام للنفس الزكية محمد بن عبد الله بن الحسن ابن الحسن، وهو وضعها من أجل الدفاع عن المظلومين والمحرومين. ومثل هذا الإمام يوحد بين المسلمين، يوحد بين الشيعة والسنة، يحبه أهل السنة في العراق ويحبه أيضا ويجب أن يحبه الشيعة، لأن لم يكن معادي لأهل البيت، وهذه نظرة خاطئة يجب أن نغيرها ونصححها أيضا، ونعقد مؤتمرات. ولكن مع الأسف الشديد بصراحة اسمحوا لي، يعني اسمحوا لي أقول لكم أن حوزتنا جدا ضعيفة، ما أقول كلمات أكثر أو أقسى، ويعني ما فيها اهتمام في هذه المشاريع وتفكير في حل مشاكل كثيرا. يعني علينا أن نقدم لهم النصائح حتى ربما يأخذون فيها، فهذا له دور كبير عندما يقام مثل مؤتمر في كربلاء عن الإمام أبي حنيفة في جامعة أهل البيت مثلا. انظروا ما هي ردود الأفعال الإيجابية التي سوف تنعكس على الشيعة، على الشيعة في العراق، على الشيعة في كل مكان، وإطفاء للنار الطائفية. كيف نطفئ هذه النار؟ بهذه المشاريع الوحدوية الشجاعة الجريئة الذكية. الأخ أبو مصطفى الربيعي يقول: السيد أحمد الكاتب، لك كل الاحترام والتقدير من طرحك هذا، بالإضافة إلى أن كل بحوثك وطروحاتك واقعية وعلمية، تحية طيبة. شكرا جزيلا والتحية لك يا أخ أبو مصطفى الربيعي. الأخ زكي فواز هذا طالب ماجستير في العلوم السياسية من سريلانكا، تحدث معي وقال كان عنده أسئلة كثيرة عن الحشد الشعبي وعن إيران وعن العراق وعن الشيعة، وقلت له كل هذه الصورة السلبية التي تحملها هي من وحي الإعلام السعودي والوهابي والقطري، وهو يسيطر على العالم ويبث الإشاعات المغرضة ضد الشيعة والحشد الشعبي ويصور الفتنة ويصور المذابح وما إلى ذلك، وشكرته وشكرني كثيرا. الأخ هائل الصوفي يقول: كم نحتاج لمثل هذا الكلام، كلام في غاية الروعة يا أحمد الكاتب. مالك كنعان يقول: السنة والمذاهب الأربعة انقرضوا أو على طريق الذوبان، والكلمة الآن لمن يمتلك المال والسلطة عنيت الوهابية. يعني إذا كان كلامك صحيح، فهل نسمح الوهابية بأن يجر كل السنة إلى جانبهم، أم نحاول أيضا نحن نجرهم إلى جانبنا؟ فكر شوية قليل يا أخ مالك. يعني افترض السنة ما عندهم خيار، ما عندهم قرار، ما عندهم رأي، وجايين ذول الوهابية يحاولون يسيطرون عليهم ويفرضون كلامهم ويغسلون أدمغتهم، ما هو دورنا في مقابل ذلك؟ هل نبقى صامتين؟ هل نبقى سلبيين منتظرين؟ أم نحاول أن نفعل شيئا لكي نكسب قلوب أخواننا؟ قلت له: لا، ليس صحيحا ما تقول، فالوهابية يحاولون مصادرة واحتكار السنة وهم ضدهم، وكانوا يكفرون عموم أهل السنة ولا يزالون يرفضون إطلاق عنوان أهل السنة على الأحناف والمالكية والشافعية الأشاعرة، ويقولون أن الحنابلة فقط هم أهل السنة. مع هذه العقيدة هم يحاولون أن يمثلوا ويصوروا أنفسهم كأنهم ممثلي أهل السنة في العالم الإسلامي، فلماذا نعطيهم هذه الفرصة وهذا المجال؟ الأخ أبو مصطفى شاقولي يقول: ليش ما تدعو السياسيين إلى ترك عمالتهم للخارج وشوف البلد شلون يصير؟ أشو قبل ما كان أكو طائفية، بس لما انتصرت الثورة الإيرانية صارت طائفية، يقصد ضدها يعني. وصدام لما نحارب إيران، تذكرون لما طلعت فقرة خان الأمين والملالي وغيرها، وهسه بعد 2003 كل متوحش العالم جاءوا إلى العراق وبدأوا بقتل الطائفة الشيعية، آلاف وآلاف يقتلون، ودول الخليج والأردن ومصر والمغرب العربي ودول من آسيا ترسل كافة المجرمين لقتل الشيعة.
بحجة قتال الأمريكان. وللأسف دائما المطلوب من الضحية التنازل، والفلوجة ليست بعيدة، والهجمة الإعلامية على أبطال الحشد ليست بعيدة، وهذه الطروحات لا تغير شيئا. والله لو أطلق اسم عمر على مركز الإمام علي عليه السلام لما توقف القتل ضد الشيعة. الشيعة اليوم يحررون مناطق السنة ويدفعون ثمن غاليا من دماء وأموال، فهل سيطلقون اسم شارع السيد السيستاني على شارع بالفلوجة مع أنه له الفضل الكبير على أهل السنة بالعراق؟ أقيم مجلس عزاء لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب في الفلوجة تحت الجسر الذي شنك أهل الفلوجة الشهيد مصطفى، أقاموا الدنيا ولم يقعدوها بحجة أنها عمل طائفي، مع أن قاتل الإمام علي خارجي تكفيري وقاتل الشهيد مصطفى خارجي تكفيري. في كلام الأخ أبو مصطفى عدة نقاط مهمة للتوقف عندها، فعلا عدة نقاط مهمة، لهذه مثل يعني رأي شعبي بالحقيقة. أولا يعني صدام حسين وآل سعود وحكام الخليج دعموا صدام ضد إيران، هذا واضح معروف، ولكن لا نحمل الجريمة على الأمة الإسلامية كلها. متوحشوا العالم جاءوا العراق وبدأوا بقتل الطائفة، نعم، وما راح يتوقف قتل ذول الدواعش، مو فقط بالشيعة، بالسنة وبكل مكان، حتى بتركيا أيضا يقومون بهذه الأعمال. فهؤلاء ليس لا يمكن نحاسب الناس السنة بحساب المتطرفين وحساب الدواعش. وإذا كان الفلوجة لم مو كل الفلوجة هي التي قتلت الشهداء وشنقتهم، إنما القاعدة والدواعش اللي كانوا مسيطرين على الفلوجة، وشفنا مواقف أهل الفلوجة، يعني هم سيطروا مثل ما سيطر صدام على العراق وساق الشيعة لحرب إيران. هل تقول إيران أو الإيرانيون أن الشيعة حاربونا؟ الشيعة كان مغلوب على أمرهم، الجنود الشيعة، والقرار كان بيد صدام الدكتاتور الطاغية، هو الذي كان يسوق الناس ويفعل ما يشاء. فيجب أن نميز بين مواقف المضطرين ومواقف المجبورين ومواقف اللي هم مشاركين مع العدوان. يعني القتل يمكن ما يتوقف، الحرب الطائفية تستمر، لأن هناك من يغذيها ويستفيد منها، ولكننا يجب أن نكون حذرين وواعين وأذكياء، لا نخلط الأمور ولا تختلط علينا الأمور حتى لا نرى ولا نميز بين الناس، وبالتالي يكون رد فعلنا على كل الناس. خلينا نحصر الجريمة والخطأ بالفاعل، ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم، لا يجوز أن ندع سلبيات الآخرين تؤثر على قراراتنا الإيجابية، ويجب أن نتعامل معهم بثقافتنا وأخلاقنا، وكل إناء بالذي فيه ينضح. الأخ عبد الهادي حسين الشحماني يقول: شيخنا اللي يسوي اللي تريده لازم يودع الحياة ولو سياسية. صحيح، يعني لا تكون يعني طمعنا بالسياسة وبالحياة الدنيا مانع أمامنا من قول الخير وفعل الخير ويعني الخطوات الإيجابية للتوحيد. يعني يجب أن نمهد ذلك. أنا لا أقول أنه هذا الشيء ممكن الآن اليوم بكرة رئيس بلدية كربلاء سوف يغير هذه الأشياء ويقوم بهذه الأشياء. نعم، أعرف أن قرارات صعبة وتحتاج إلى جرأة وشجاعة، وأهم شيء تحتاج عقلية واحد حاكم، يعني عقلية حاكم، يعني هو يشعر بمسؤولية، مثل نادر شاه. نادر شاه كان إمبراطور، لم يكن شيخ في زاوية، لم يكن شرطي أو جندي صغير عقله صغير هالقد، إنما كان هو إنسان يعني يفكر برحاب الإمبراطورية، كما أنه مثلا في بريطانيا تجون يشوفون الشرطة الشرطيات البريطانيات محجبات. لماذا؟ هذه قضية رمزية، الحجاب. المذيعات في بي بي سي الآن لاحظوهن يلبسون الحجاب في شهر رمضان وغير شهر رمضان، حتى يعطوك فرصة يعني صورة أنه نحن نحترم الإسلام. فأنت يا أخي شيعي يا أخي سني، حاول أن تعطي أيضا رسائل إيجابية في الإذاعة، في التلفزيون، في الشوارع، في الإعلام. يعني هذه الناس المتحضرين والمتقدمين علميا يفهمون هذه الأشياء، ولكن الجهلة والبسطاء والأميين مع الأسف الشديد لا يفهمون هذه الخطوات والمبادرات الإيجابية.